اخواني اخواتي الاعزاء، اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي موسميه. كي قلت لكم كل فتره من السنه كيتبان خضره من الخضروات اللي كيخص الواحد يستفد منها، ما خصوش يهمل راسو انه يوجد فيها وصفات وياكلهم. من بين هاد الخضره عندي هنايا الخبيزه. الخبيزه كتمشي للسوق طبيعة الحال موجود الخير، كل واحد كيشري على حسب الرغبه ديالتو، كاين اللي كيبيها غليظه في هاد العواد. المهم انا كنختار ان هاد الورق ديالها شوفوا كي كيبان فيه، تتبان فيه واحد الحيويه على انها صغيره وجديده، واللون ديالها خضر، ما كتكونش باهته في اللون ديالها ولا حيت الوقت ديالها هذا خصني نستافد منها لانها في هاد الشكل. وثانيا باش نشريها تنشوف هنا هاد العواد ديالها هادو ما تخصهمش يكونوا في واحد الحجم غليظ يفوت السمك ديال الصبع ديالك الغليظ، اللي خصها تكون هاد العويدات يكونوا رقيقين. ملي كتهرسيه بحال هكا كتهرسيه تتلقايه طري، كتلقايه طري دغيا كيتهرس. ولهذا اليوم جبتكم في هاد الوصفه، وكاين وصفات اخرين فيما كيتعلق بالكرافس، السلق، الترجله، هادو كلهم من ضمن البقوليات. وكل وصفه غادي نعطيكم الوصفه ديالها كيفاش تتخدم، لان هذا هو الفتره ديالها، هذا هو الموسم ديالها. الا انني انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لهاد الخبيزه هادي ما الطريقه باش كنخدمها شويه مختلفه. علاش؟ ما كنسلقهاش، ما كنبخرهاش، كنبغي نستافد منها كلها، هذاك لي فيتامين ديالها اللي فيها كلهم تنبغي الذات ديالي تستافد منه. في هاد الحاله اش كندير؟ حدي كنحيد هاد الورق، هذا ما كنديرش هاد الورق كله. علاش؟ الا درت هاد الورق كله دخلته فيها في الطياب تتولي علاش تيولي الشكل ديالها شويه ما تيعجبنيش، بحال الحنه تتولي شويه بحال معلكه، بحال اللون ديالها بحال الحنه، بحال كتشوفي الشكل ديال الحنه خلطيها وبيتي تاكلها. لا، كنعتمد انا بزاف على هاد العواد هادو، كنخليهم هما كثر من هاد الورق ديال هاد الورق هذا. انا غادي نوريكم دابا كيفاش غادي ندير وكيفاش غادي نطفى. تناخذ واحد ربيطه، تناخذ هكا تنستفك هاد هادو، تنستفهم علاش باش تتكون عندي قطعه وحده ماشي شي فايتشي ولا. وكنحيد هاد الرويسات هما اللونين، تنحيد واحد بي واحد لي بيسور صغيره باش داك لوسخ ديالها ولا، ويا اصلا تيكون فيها التراب ما خصكيش كي تجي تخدمي بها. النظافه راه مهمه، نقي الخبيزه ديالك وتهتمي بها. كتحيدي الا كانت شي حاجه صفراء، كانت شي حاجه ضعيفه ولكن انا ملي كنقلبها تنقلبها في السوق قبل ما نجيبها باش ما نوقعش في هذا المشكل تاع حيد. انا هكا كندير لها، هاني وجدت هاد الربيطه، كندخلها نغسلها مزيان هكا. انت كتشوفي بحال كنفركها، كنفركها مزيان باش التراب اللي فيها كله تينزل، انا بغيت نستافد منها ما بغيتهاش تضرني. شتي؟ تنعاود نحرك مزيان كاع داكشي اللي فيها ونعاود نحرك بيديا هكا. كناخذ الموس ديالي، اش كندير باش نتفادى هذيك المساله اللي قلت لك على انها تكون بحال بحال معجنه؟ تندير هكا، تنقص هذاك الورق ديالها تنقصو، ما كنبخرهاش ما كنسلقهاش، كنستافد منها كامله. كنقص هذاك الورق ديالها باش تتكون غالب عليها هذاك، هكا تنبغيها هي انها تكون هكا. تنقص الماكسيموم ديال الورق ديالها، كنقطع هاد الراس هذا واحد شويه منه، ماشي شي حاجه كثيره، غير هاد الشويه هنايا، وكنحطها في الكسكاس ديالي كتسقطر. غادي نعاود نكرر العمليه، ها نتوما كتشوفوا مزيان، ولكون تعرفوا الفوائد ديالها ما غاديش، ما كاينش اللي غيستغنى عليها، لا بد كل واحد فيكم ياكلها وعلى الاقل 4 مرات في الشهر ولا 2 مرات في السيمانه، لقاش فوائد كثيره. من بعد غادي نذكرهم لكم، والواحد تيدخل حاجه اللي هي صحيه. الفتره ديال هذه خصني، الفتره ديالها هي هذه خصني نستافد منها. ها انت غادي نقص هذا الورق هذا، ها انت شتي، تنقصو باش الا طابت كتكون شويه باينه واقفه، ماشي بحال كي قلت لك بحال الحنه تيكون المنظره ديالها شويه قبيح. ها هي شتي كنقصها، شتي شحال خليت فيها الوقت كثير ما بقاش شي شويه. ودابا غادي ندخلها نغسلها مزيان، انا كنحكها ماشي كنكب عليها الماء، تنحكها مزيان ها هي. وفي الاخر غادي نوريكم القاع ديال الكامله، هذاك التراب اللي غادي يكون غادي تلوح ليا كاع داك التراب اللي فيها في هذاك الماء، ماشي كنكب عليها الماء ولا، كنحكها انا في الماء ونحطها تسقطر. كاين الحق سميتو الورق، ها هو ماشي ما كاينش غير هو بداك، ماشي بديك الغزاره. ها نتوما غادي نعاود نزيد مازال، المهم باش يدير.
وهنا غادي نكمل هاد الغسيل ديالها. من بعد ما نكملو غادي نبدا نقطع لكم واحد شويه وتشوفوا كي كنقطعوا وندوزوا للطياب ديالها كي غادي يكون. دابا اخواتي كي قلت لكم ها هي الخبيزه ديالتي صاوبتها قديتها، غادي نوريكم داك الماء اللي قلت لكم كي كيكون على الطراب اللي تيكون فيها اللي خصكم وياكم تغفلوا عليه. شوفوا الماء كي ولا شتي كي موسخ، هادشي كله زعما غادي تغفلي عليه وتخليها ما تغسليهاش مزيان. انا غادي نوريك القاع ديال الجميله الطراب فين تحتل، هذاك الشيء راه كله ضرر. هانتي شوفي التراب كي جاي، شوفي التراب شتيه، كتشوفي شحال ديال التراب، شوف 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 شوفي شوف شوف كل شيء هادشي راه التراب، ها هو شتيه، شوف شوف التراب شتيه، هانتي شتيه شتي التراب، شتي القاعة الجميلة. هادشي كله ما خصكيش تغفلي عليه، ها ما خصكيش تغفلي على هذاك الشيء كله. هنا فين كتنقيها مزيان وكتهتمي بها، هذه هي المسألة اللي خصني نوضح لك. دابا غادي نقطع لك واحد الشويه باش تشوفي كي غادي نقردها انا وكي غادي تكون، ومن بعد غادي نكمل معكم الوصفه كلها. كناخد بحفنه بحفنه بشوي بشوي، هانتوما كناخد القدر اللي غادي نقطع، كنبدا كنقطعها، كنقطعها صغيره ما غاديش نديرها غليظه كبيره ولا، هانتي شتي كديده صغيره ماشي، هانتي القطعه صغيره ما نديرهاش غليظه، وكله الذوق ديالو، الا كاين اللي واحد كيبغي غليظه يديرها غليظه. المهم خصني داكشي يكون ان سلطه بقوله الخبيزه سلطه كتكون مرافقه للطبق الرئيسي ديالنا. تنديروا الطبق الرئيسي بلي سلطه ديالو، وهي من ضمن لي سلطات. وبعض المرات كاين واحد اللي كياخذها هي كيجي مثلا زربان فيه الجوع ما غاديش يتسنى، كيلقى الخبيزه واجده في السوبيرا يقضي بها الغرض ويبالك حتى يوجد الغداء. هذه مساله مهمه ثاني كتحيد عليك داك الضغط نتاع انك خصك تسربي سربي. ها انت شتي كي كنقطعها، تنقطعها صغيره ما تكونش خشينه في المنظر ديالها، ها هي باش تكون زوينه في المنظر ديالها حتى هي. هادشي وهكا تتكون في التبصيل ملي كطيب تتكون انها بحال قلتي بحال الشكل الا طيبتي الرز حبه ما دايره مع خطا كل حبه بوحدها، هكا دابا هي تيبان لك انك راه كتاكلي الخبيزه ماشي كتاكلي شي حاجه غابره في وسط الربيع. اشنو داكشي خطر ما تيبان ليش اشنو حتى تقري سميتها الخبيزه، لا كتشوفيها راه كتبان لك راه هي خبيزه. هانت ما كنكثرش انا الربيع، هاو دابا وصلت جهه الربيع ما شفتش حاجه كثيره باش يكون واحد التوازن في الربيع ديالها، غير هو الربيع ما يكونش هنا كثير، هكا انا كنبغيها وكله الذوق ديالو. ها هي ها هي عندي شتيها، غادي نقردها كلها هكا. غير هي اهتمي بالنظافه ديالها راه فيها التراب، كيتبان لك مورقه زوينه على مزيناتها غزيوله في المنظر ديالها خضيوره، ولكن كتغسليها راه كيخرج منها العجب ديال التراب. تي بيتي تستافدي منها ماشي بيتي تضري راسك بها. ها هي ها هي شتي كي قرطها تكون موحده ما تيكونش بزاف ديال داك الورق ديالها، شتي تكون شكل واحد. غادي نكمل على هاد الطريقه هادي حتى نكملها، وغادي من بعد نوريكم التحضير ديالها كي كطيب. دابا اخواتي من بعد ما كملت التقطاع ديال الخبيزه ديالي ها هي شتو كي كتبان، كي قلت لكم ها هي شتوها واقفه ماشي مع حيت كي قلت لكم داك سميتو الربيع ديالها ما درتوش كله. دابا غادي ندوزو نشوفو المقادير اللي عندنا. عندنا الزيت البلديه تقريبا نص كاس، زيت لوسيور الزيت خصني ما نكثرهاش، عندي هنايا الحامض انا هادي هي باش كنطقل الخبيزه ديالي هو الحامض، الملح ما نكثرهاش لاقاش كي كنقولوا كاين الزيتون، كاين الثومه، عندي قزبور معدنوس هما مقطعين، البزار التحميره الكمون سكنجبير، هادو هو القوام اللي غادي نحتاج ليهم في هاد الخبيزه ديالي. دابا غادي ندوز نحطها في الكوكوت ديالي باش نصبها ونوريكم كي غادي تكون. هانتوما اخواتي نكبها في الكوكوت، ها
انتما كي كتشوفوا حبه على اختها ما طاغيش عليه داك الورق ديالها حيت نقصتو باش كتكون اون سالاد واقفه. غادي ندير يديا باش ننزل البقيه لاقاش لي ديال اللي هي كلشي هي اللي كتخدم حسن من المعلقه في بعض الحوايج يعني كنسسكو شي دوك المواد ديالي. ما نخلي حتى حاجه تطيح. ها هي من بعد كناخذ الزيت البلديه كندير تقريبا نص كاس ديال الزيت البلديه زيت لي سير ما كنكثرهاش كنقللها على الزيت البلديه غير شويه شي 3 حتى 4 ديال المعالق كبار. كندير شويه الملح ما نكثرهاش لاقاش هاي تقريبا الراس ديال المعلقه صغيره ولا خاصه غادي نزيدها من بعد ما نذوقها. غادي ندير القزبور ومعدنوس ها هما تقريبا هنا كاينين شي 3 المعالق ديال القزبور والمعدنوس ها هما مدقوقين ومصاوبين ها هما ها هما كنديرهم زبور ومعدنوس. كندير الثومه ديالي الثومه مهمه بزاف هاد الخبيزه كندير تقريبا هنا عندي 4 ديال الفصوص ديال الثومه نخرج داكشي اللي كاين في هذه ديال الثومه باش كلها استفد منها. ها هي باقي كتخرج ها هي خواتي كتشوفي الثومه درناها. دابا غادي ندوزو للتوابل. غادي ندير شويه ديال البزار ها هو شويه البزار راس المعلقه البزار تحميره عندي تقريبا جوج معالق صغار كبار عامرين جوج معالق عامرين بالتحميره الكمون حتى هو كنعتمد عليه بزاف في هذه الوصفه. دابا غادي ندير فيه تقريبا جوج معالق لا هي معلقه ونص ما نكثروش كاع بزاف معلقه ونص تقريبا سكنجبير. غادي ندير الراس ديال المعلقه ما كنديرو كاع انا في هذه الخبيزه غادي ندير غير الراس ديال المعلقه. هنا سيدتي ما غاديش الماء ما كنديروش انا بزاف في هذه الخبيزه ديالي هذا هو ثاني واحد المساله انا عندي ما كنديرهاش علاش الا درت الماء كثير مع انا بغيت نطيبها في الكوكوت غادي تهرى انا ما بغيتهاش تهرى بغيتها تكون صلاد واقفه. كندير هكا كنفز غير دوك التوابل كاس وشويه ديال الماء هادشي هو فاش غادي نطيبها ما كنديرش الماء كثير. عندي تقريبا هنا كاس وشي شويه ديال هنا كاس وربع تقريبا ديال الماء باش ما تكونش تهرى تبقى شاده في راسها. غادي نحرك هادشي مزيان وغادي نسد عليها. دابا غادي دور جوج دورات حتى لثلاثه دورات وغادي نعاود نوريها لكم في الطبق التقديم ان شاء الله. اخواتي العزيزات دابا ها نتوما كي كتشوفوا ها هي البقوله ديالي ما كملاش 5 دقائق عندك تقريبا 5 حتى 7 دقائق دارت في الكوكوت ها هي طايبه شتيها ها هي ما كطيبش حتى تتهرى كاع تتولي هاريه كي قلت لك انا بيتها على شكل سلطه. دابا غادي نشعل عليها العافيه علاش غادي نكمل لها الطياب فاش في الحامض. غادي نزيد لها الحامض هاك ها هو كي كنت عصرته قبيله عندي نحيد واحد العظيمه وطاح لي هنا العظم
هنا كنبدا تنشحرها، كنشحرها في سميتو عندهم داك الحامض باش تشربو من بعد ما حليت عليها، تشرب داك الحامض ديالها باش تعطي قيمه للجسم ديالك. راه خصك تاكلي هاد البقوليات في هاد الوقت ديالها، حقا هي تعطي قيمه هائله للذات ديالتك. وعندك من غير هاد البقوله كي قلت لك قبيله في الاول ديال الحلقه، قلت لك كاين البقوله، كاين الكرافس، كاين لي زيبينار، كاين السلق، كاين سميتو الترجله، هادو كلهم مختلفين غير في المظهر، عندهم اختلاف في المظهر وكاين اختلاف في المذاق وحتى في الثمن. راه الثمن ديال السلق ماشي هو الثمن ديال الخبيزه ولا لي زيبينار، تختلفوا في الاثمنه ديالهم، ولكن القيمه الغذائيه فيهم راه هي مرتفعه. كاين فوائد بخصوص هذه الخبيزه، هذه عندها فوائد للدوره الدمويه، فيها املاح معدنيه كنضلوا نسمعوهم في النصائح في التلفازه او في مجلات، هناك املاح معدنيه كثيره. وكذلك انها هي معروف عليها بزاف غنيه بالالياف الغذائيه. هذه الالياف الغذائيه اش تدير؟ كطهر الجسم ديالنا من عدد كبير من السموم. علاش انا بغيت نحرم راسي من هذه الماده هذه؟ يعني نصايب الكوكوت ديالي نعمرها ونديرها في السوبيره، وكل مره نبدا ناكل منها، كل مره نبدا ناكل منها عاوتاني نتقاد نجيب حاجه اخرى ننوع، مره كرافس، مره هذه، مره هذه. ما تضيعيش الجسم ديالك من هاد المواد هادو، ما خصك تستافدي منهم، هذا هو الوقت ديالهم. الشهر مثلا ديال عندنا هنا في مراكش معروف بالحراره، على في شهر 8 اللي كيكون الحراره مرتفعه غتاكلي فيه مثلا توصيل ديال كي كنقولوا البصاره، ما يمكنش الحال سخون كيتبدل ثاني النوع ديال التغذيه ديالك. دونك اي نوع التغذيه كيجي في الوقت ديالو خصك تستافدي منه. عندي كي كتشوفي دابا غير كنشحرها هاي، تاخذ داك القوام مع ملي كتغلى واحد جوج غليات حتى لثلاثه تقريبا ديك 5-7 دقائق، داك القوام تيطلع للفوق تنحركها باش كيتخلط مع داك الحامض. ومن بعد غادي ندوزو لمرحله التقديم ان شاء الله. هانتي اختي العزيزه، ها انتما كي كتشوفوا البقوله ديالنا، ها هي بالصحه والراحه، درنا لها الزيتون، درنا لها الحامض واحد معلقه باش نوريهم على انها دايره ما معجناش، كتبقى حبوب كما قلت لكم. ها هي ها انتما كتبقى هي حبوب، شفتوها؟ ها هي ماشي معجنه ولا، ها انتما ها شفتوها في الشمط ديال التبصيل، ها انتما شفتوها كتبقى حبيبات على انها ان سالاد، ما كتبقوش معصده ومعجنه. شفتوها كي دايره؟ بالصحه والراحه لاله مولاتي، والعقبه الوصفه الجايه.